عبر الهاتف ضمن هذه التغطية السيد وجدي العربي الفنان المصري. أستاذ وجدي أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أستاذ وجدي، في البداية يعني كيف تلقيت هذا الخبر، خبر وفاة الدكتور محمد مرسي؟ يعني لله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وله. إن لله ما أعطى وإليه ما أخذ، وكل شيء عنده بمقدار، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، إن لله وإنا إليه راجعون. كلنا حنموت، يعني ما في حد مخلد في سنة الحياة. نعم. وكل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن حقيقة أنا كنت طبعا حدثت بنعي الدكتور الشهيد محمد مرسي رئيسا، لكني أدعيه الحقيقة ليس رئيسا فقط، أنا أدعيه صديق وحبيب، لأنه أخ حبيب، وأن زوجته أختي، وأن أولاده أبنائي، وكم التقيت بهم، وكم كنت عنده دائما في المنزل، وبدأت معه الحملة الانتخابية، حملة رئاسة، حملة انتخابية للرئاسة، وكنت ملاصقا له، وكنت مقتربا منه عن قرب، ورأيت أفعاله، ورأيت إخلاصه، ورأيت صدقه، ورأيت جوانب كثيرة لا يستطيع أحد أن يراها مثلما رأيتها. فالحقيقة عانى هذه السنوات، وأنا معرفتي به ومعرفتي بحجم صبره وجلده كنت مشفقا عليه، والحقيقة لم أكن لأتوقع. يعني سبحان الله، نعرف أن الموت آت آت، لكن كنت عندي أمل كبير وعندي يقين في الله سبحانه وتعالى، أن الله تبارك وتعالى سيرينا آية وسيشفي صدورنا في وقت معين. لكن النهاردة بعد العصر تقريبا قاعد كده، وبعدين ببص لقيت بيقولوا يا جماعة حد يقول لنا الخبر ده صحيح ولا لأ، يقال إن الدكتور مرسي استشهد، أو الدكتور مرسي توفاه الله في المحكمة النهاردة. أنا ما خدتش وديت، فبعت رسالة لأختي العزيزة السيدة نجلاء والدة أحمد، فبقول لها طمنيني على حبيبي، فما ردتش عليا. فلقيت المسألة، لأ المسألة ردت في شيء يعني، فلقيت ناس عمالة تقول لم يتيقن ولم يتأكد الخبر بعد. فبقيت أقول سبحان الله، عارف لكل أجل الكتاب، لكن بعد أقول يقول إيه يا رب لا، يا رب لا، النهارده هيبقى بكره، هيبقى بعده، صحيح. الأجل قادم، لكن ما كناش إحنا، ما كنتش أتمنى الحقيقة إن أنا أسقى من هذه الكأس، يعني كنت أتمنى أن أكون قبله، لكن أما وقد حصل. فأنا بقول له، بكتب له، بقول له يعني راح زال العنا، زال التعب، وبدأت الرحلة، والوصول قريب، والوصول عند الله تبارك وتعالى أكرم وأكبر وأعظم بكثير من الوجود في هذه الدنيا الدنيا.